بالحلقة اللي راحت خسرنا نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند 3-2، لكن حققت الدوري مع مانشستر يونايتد ب 81 نقطة، متعادلين بالنقاط مع ليفربول، لكن فارق الأهداف هو اللي حسم بالأخير. طبعا هو الموسم انتهى أكيد، فأنا هداف للدوري ب 38 هدف ب 37 مباراة، إحصائية قوية. وبعد أنا أفضل صانع ألعاب بالدوري ب 20 هدف، وأنا هداف لدوري أبطال أوروبا ب 18 هدف ب 12 مباراة، كسرت رقم الدوري كريستيانو رونالدو اللي سجل 17 هدف بنسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا. فانتهى الموسم مع مانشستر يونايتد أنا بعمر 19 سنة، 58 مباراة، 69 هدف، 30 أسست، طاقتي حاليا 93 وما بقى شيء على 94 إن شاء الله. فالسلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله، مقطع جديد وحلقة جديدة من مهنة لاعب. قبل ما نبتدي، اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. أعرف بالمقاطع اللي راحت كان الصوت تعبان بالقناة يا شباب، أعتقد 7 أو 8 مقاطع، السبب كنت مسافر ومسجل المقاطع وكان اكو خلل بالبرنامج التصوير، وما عرفت هذا الشيء الا لما بدا المونتاج وبدات تنزل المقاطع. فهسه رجعت الحمد لله وضبطت الصوت، اتمنى الصوت يكون تمام، وراح نبلش من جديد. فمثل ما تشوفون هالاند فاز بدوري ابطال اوروبا، لكن انا كل شيء سويت يا شباب بهذه السنه الاعلان عن افضل لاعب في المنافسه، اعتقد ببطوله البريمير ليج يا شباب انا افضل لاعب بالدوري. اللي راح يصير اليوم هو كالتالي، هو راح نطلب الانتقال والخروج من نادي مانشستر يونايتد. اي نعم راح نخرج، لان خلاص اعتقد لازم نخرج. طبعا النادي اللي يطلبني لازم نادي عنده فلوس، لان قيمتي حاليا 221 مليون، القيمه عاليه، يعني اذا ما عندك فلوس لا تيجي تطلب. تنويه بسيط يا شباب، بما انه جاي ننتقل للموسم الثاني او الموسم اللي بعده، يعني حاليا جالس ابث باليوتيوب بهذه القناه نفسها، جالسين نبث يا شباب، بثينا القرعه لدوري ابطال اوروبا وراح ابثهم بعد، ممكن بيس ممكن فيفا راح نبث يعني. فاذا ما جاء اشعار وشفت البث ادخل وادعمني يا حبيبي بالبث وباي شيء، يعني باللايكات والاشتراكات، حتى ان شاء الله استمر بالبثوث المباشرة. اوكي بصعوبة يلا قبل المدرب يخليني بقائمة الانتقالات. اجانا اول طلب، اوه بو 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 بو، من مانشستر سيتي، 525 الف راتب يا شباب، انتقل من يونايتد للسيتي، والله الانتقال قوي يكون. اوكي خلينا نشوف تشكيلتهم، عندهم بالهجوم الفاريز، لوكيوفيتش، احنا مركزنا ال دبليو، من عندهم؟ فودن عندهم يا شباب. طيب شوف لنا وسطهم، كوريسكا، دي بروين موجود، رودري بعده موجود جيد، برناردو سيلفا بعده موجود، دفاع ما مطورينه تقريبا للاسف. المهاجم منه راح يكون يعني لوكيوفيتش، بس اسلوب السيتي حلو الصراحه، اسلوب رهيب. اوكي شباب خلاص راح نوقع مع مانشستر سيتي ونقول له موافق، وخلاص خلينا ننتقل لمانشستر سيتي، وهو الفريق اللي راح نعلن عنده اعتزالنا ان شاء الله، بس لازم ناخذ دوري ابطال اوروبا. طيب هم هل يلعبون دوري الابطال؟ والله ما معقوله ما يلعبون يعني الصراحه، المفروض يلعبون. ها الله، والله اليونايتد ما يقدرون يا شباب، يرفضون نص مليار قيمه الانتقال. اوب اوب اوب، شنو هذه؟ شنو هذه الصفقة؟ أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، مو بتاريخ، تاريخ بالمستقبل يا ولد. 500 مليون انتقال لمصطفى لمانشستر سيتي، مستحيل اليونايتد يرفض نص مليار، حرفيا نص مليار، يعني دافع بي نص مليار وما تنطيني رقم 10؟ لا صعبة هذه، انطيني رقم 10 بسرعة يا ولد. اوكي عندنا مباراة افتتاح الدوري ضد نادي ايفرتون، طبعا القرعة مال دوري ابطال اوروبا لحد الان ما انسحبت يا شباب، لما تنسحب رح نعرف يا ما رح نلعب. لا ما اتفقنا بهذا الشكل يا جوارديولا، جاي لعبني جناح يمين جوارديولا، يلا مو مشكلة جناح يمين، بس كوريزكا جاي يا حبيبي، خلنا انا مكان كوريزكا، والله مشكلة. يلا بسم الله صافرة البداية، أول مرة راح ألعب بمركز جناح اليمين، بس مو مشكلة، ما عندنا مشكلة إن شاء الله، راح نقدم مباراة أسطورية بافتتاح الدوري الإنجليزي. حلوة، روح مصطفى. يا سلام. يا ولد. لا 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 لا، على كيفك هدي. لا. هدف أول لإيفرتون. يلا. هو التعادل. لا يا لا. والله ايفرتون قوي. يا سلام، حلو مصطفى، رجع لي. هي يو، شو جاب هالحارس. انتهت المباراة، خسرنا أول مباراة، إن الأداء تعبان والله، فريق ما أعرف، ماكو تناغم بين لاعبينا ولا ما أدري شنو. مباراة ويست هام، بعد جاي لعبني جناح يمين، والله مشكلة. يلا المباراة الثانية بإذن الله يا شباب، الفوز بهاي المباراة، خلاص إن شاء الله نسجل، فريقنا لازم يفوز المباراة الأولى، تعثرنا بها رغم إني جاي ألعب مركز مو مركزي. يلا مرر، هدف اول، جيد 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 جيد، 1-0 ممتاز، نتقدم بالنتيجه. هذه جول، هذه جول، واخو صديقي، لا لا يا صديقي لا لا، حارس حلو حلو. يلا
يلا يا ولد مرر من البداية. يا سلام جول، أول أهدافي مع مانشستر سيتي يا عمري، هدف أول إلي وهدف ثاني للسيتي. نتقدم خلاص، هسه راح نبدي نسوي سكيب للمباريات السهلة بعد ما سجلت أول أهدافي. شوف 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 شوف، اعطيني الكرة بوم. خلاص سافرت الحكم، فوز على ويست هام، مباراة منتخب سكيب أكيد. أوه السيتي جاي يلعب دوري أوروبي، يا الله لا 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 لا، لازم أوصله يا شباب. والله جوارديولا نازل للدوري الأوروبي، يعني جوارديولا طلبني من أجل أنه اوه شكلها الاسكيبات راح تكون كثيره. شباب راح اخلص الموسم هذا كله بالسكيب، بس مباراه مباراه راح اسوي لها سكيب، وممكن العب بعضهم خلف الكاميرا تمام. اذا وصلت نهائي اليوروبا ليج راح نلعبها، بس اي مباراه ثانيه ما راح العبها حتى اهل فريقي لدوري ابطال اوروبا ونبلش من الموسم الجاي. فشويه وارجع لكم، ما طول يعني، هسه مباشره راح تشوفون رجعت. اوكي شباب، وقت اعلان افضل لاعب في السنه، خلينا نشوف منو. مباشره انتقلنا طبعا مثل ما تعرفون وافضل لاعب في السنة. كيليان مبابي. ليش هالاند اخذ دوري الابطال؟ انا طاقتي عالية وسجلت كل الاهداف اللي ممكنة وهداف كل البطولة، ليش؟ والله غريب. مبابي لاعب باريس سان جيرمان، هو صاحب الكرة الذهبية. يلا الى نهاية الموسم او الى نهائي اليوروبا ليج. خلص الموسم يا شباب، ومباراة النهائي راح تكون ضد برايتون نهائي اليوروبا ليج، وعليه هذه المباراة راح نسوي لها سكيب لان اعتقد ما تسوى، او خلينا نلعبها يلا لعيونكم، اكيد بعضكم يريدنا نلعب. مثل ما تشوفون انا هداف اليوروبا ليج، وانا هداف الدوري الانجليزي ب 36 هدف. خلصنا موسم ب 63 هدف مسجل، 61 مباراة لاعب، 25 اسيست، مو افضل احصائية يعني الصراحة. فريقنا فاز بالدوري الانجليزي ب 95 نقطة، والله الاحصائية جدا قوية يا شباب الصراحة. يلا خلينا نروح نلعب مباراة برايتون نهائي كأس اليوروبا ليج. ونسيت اخبركم انه وصلت الطاقة 95 والمدرب جاي يلعبني بمركز ال LW. اي نعم جاي يلعب بمركز ال LW، مثل ما تشوفون هاي تشكيلتنا. هيريرا حاليا كايكي تحول على اليمين، هيريرا هو اللي جاي يلعب بمركز CF المهاجم الوهمي. ما علينا، المهم ان شاء الله اؤدي بالمباراه هذه بما اني رجعت المركزي. حلوه، يا سلام مرر يا ولد مرر يا حبيبي مرر. اوكي عرضيه، هي مصطفى بالراس، لا 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 لا، يلا حلوه، لا 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 لا، جول، تصويبه عالميه بالشباك بالقدم الضعيفه، يا سلام 1-0. العب العب يا ولد، يلا شباب يلا 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 العب له، وصل له يا مصطفى، هي جول يا عمري، الله 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 الله، هدف ثاني 2-0، يا سلام. موزكين هذا امتى اشتروا موزكين؟ والله ما ادري. المهم 2-0 النتيجه. شوف 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 التمريره ما قبل الاسيست، يا سلام، يلا جول، يلا حلو مصطفى، يلا الثاني، يلا الثالث والثاني الي، الثالث والثاني الي يا عمري، الله 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 الله، جول، هدف ثالث والثاني الي بهذه المباراة. شوف 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 شوف، بوم، خلاص خلصنا على برايتون، يعني مباراة نهائي برايتون صعبة عليهم. خلاص صفر 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 صفر، نهاية المباراة، فوز بكأس دوري الأوروبي، ببطولة الدوري الأوروبي، فزنا بهذه البطولة يا شباب. راح نتأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد احنا متأهلين أصلا ماخذين الدوري، وفزنا بالدوري الأوروبي، وتقريبا موسم كان أسطوري، موسم أول مع مانشستر سيتي. أعرف سويت الاسكيب بس حتى نلعب دوري أبطال أوروبا. اوكي عندنا مونديال يا شباب مع المنتخب الفرنسي، ما ودي العبه طبعا، خلاص راح اسوي سكيبات، راح ننطلق للدوري او لدوري ابطال اوروبا، لازم نبلش من دوري ابطال اوروبا. اوكي شباب وصلنا لنهائي كاس العالم، وخلينا نشوف النتيجه كم راح تكون. لا خسرنا ضد بلجيكا للاسف بالنهائي، وما فزنا بكاس العالم. اوكي ريال مدريد فايز ببطوله دوري ابطال اوروبا بالموسم اللي راح، ومباراتنا راح تكون ضدهم بطوله السوبر الاوروبي. عندنا بطولة سوبر انجلترا ضد ليفربول، راح نسوي لها سكيب يا شباب، فراح ننتقل حتى نلعب مباراة خسرنا ضد ليفربول. المهم مباراة ريال مدريد راح العبها وارد اسجل عليهم. اوكي السوبر الاوروبي، ريال مدريد مانشستر سيتي، خطير خطير فينيس، شباب لا 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 لا، هدف اول لريال مدريد، الله يستر، يا رب اسجل هدف تاريخي على ريال مدريد يا ولد، يلا بسم الله، هي هي، الله، لا 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 لا، يا سلام، الله 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 على الجول، رهيب يا ولد رهيب، تقييمكم من 10 للجول يا شباب. شوف شوف الضربة الحرة، شوف والله ما تجيبها يا ولد، ما تجيبها بالتسعين حطيتها جول، الله الله الله، واضح الموسم هذا، هذا موسم الأبطال إن شاء الله. شوف أوف أوف يا كورتوا، ما تجيبها يا كورتوا، حلوة حلوة، أفرح يا جوارديولا، أفرح أفرح يا ولد، يلا يا ولد
هي مصطفى بابا بابا جول. اوف 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 على الهدف، يا الله تصويبة عالمية، كرة بالشباك، يا سلام على هذا الهدف. شوف 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 على الطاير، حطها بالجول، حطها بالجول يا عمري، حطها بالجول، خطير. اب لا اب اب، حلو الدفاع، حلو الدفاع. اوه هدف التعادل، فالفيردي الله يستر. نروح لشوط اضافيه يا شباب، للاسف خلص الوقت الاصلي 2-2، مباراه صارت صعبه. واحده شباب، اوهو هدف الثالث لريال مدريد، يلا يا سلام. بعد هي شوت يا عمري، ايه هدف التعادل عن طريق مويز كين بالدقيقة 120 يا ولد، ايه يا ولد، ايه يا حبيبي، جول. خلصت المباراة، نروح للبلنتيات، اهم شي ما اضيع الركلة اللي عندي، الله يستر. يلا ايدرسون صده يا عمري، سجل سجل سجل، لا 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 مو بهالشكل، اوه سجل يا مويز كين، لا يا ولد والله غريبة. طيب تكمل تكمل الكرة ممكن جول، اوهو خسرونا خلاص، بس يسجل ليمار، خلاص خلاص الله ياخذهم يا الله، والله لاعبيننا هم اللي جابوا بينا العيد بالبلنتيات، شنو هذا؟ اعتقد انا اديت يا شباب، اعتقد انا سويت اللي علي بهاي المباراه. اوكي نكمل الحلقه الجايه ان شاء الله، لايك اشتركوا في القناه، اشكر المشاهده، السلام عليكم.